الحمد لله الذي شرع حج بيته العتيق وأمر خليله أن يؤذن به الناس ليأتوه من كل فج عميق، وخفف عن غير المستطيع ومن لم يأمن الطريق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي صاحبها يوم لا ينجي قريب ولا صديق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله سيد ولد آدم وهو بذلك خليق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين نقلوا إلينا من الدين كل أمر جليل ودقيق. أما بعد، أيها الإخوة، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بحج بيته العتيق، فقال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أخي الحاج، أختي الحاجة، إن حج بيت الله تعالى من أفضل القربات وأجل الطاعات، إذ هو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل حج بيته المعظم سببا لتكفير السيئات ونيل الحسنات ورفع الدرجات ودخول الجنات بشرط أدائه كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الرفث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يطلق ويقصد به كل ما يريده الرجل من المرأة، وهو كذلك الفاحش من القول. أما الفسق فيطلق على المعاصي كلها. وروى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحج يهدم ما قبله، أي يهدم ما قبله من الذنوب ويزيلها. وإذا كانت هذه منزلة الحج، فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على أدائه أداء صحيحا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت هذه المحاضرة في بيان صفة الحج والعمرة وشيء من أحكامهما، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز العظيم. اعلم يا موفق أن متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع العبادات شرط من شروط قبولها، والحج من أعظمها. لذلك لا بد فيه من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما نأتي ونذر، حتى يوفقنا الله سبحانه وتعالى لأن تكون أعمالنا مقبولة عنده. وفي الصحيحين، بل في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فاعزم أيها الأخ على التوبة النصوح في من حينك، واحرص رعاك الله على الرفقة الصالحة في سفرك، وخصص لنفسك وقتا تقرأ فيه كتابا من كتب المناسك حتى تؤدي حجك على علم وبصيرة، واحذر التفريط في تعلم أحكام الحج، فإن الجاهل قد يفسد حجه وهو لا يشعر، إما بفعل محظور يفسده أو ترك مأمور. واسأل أهل العلم عما يشهد عليك من أحكام حجك،
فقد أمر الله تعالى عباده بسؤال أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. واعلم كذلك أيها الموفق أنك ستجتمع مع إخوة لك في الدين في تلك المناسك وتلك المواقف العظيمة في أكبر جمع عرفه المسلمون على وجه الأرض، فعليك أن تراعي حقوقهم وتحفظ حرماتهم، وليسلم المسلمون من لسانك ويدك. ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفيهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف يوم الحج الأكبر في البلد الحرام وخطب الصحابة رضوان الله عليهم وبين لهم أمور دينهم، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم إذا عزمت على الحج فاعلم أن لبيت الله سبحانه وتعالى لمن جاءه يريد الحج والعمرة هناك مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس ليحرموا منها ما داموا قاصدين الحج والعمرة. لذلك يجب عليك إذا وصلت إلى ميقات من هذه المواقيت أن لا تتجاوزه إلا وأنت محرم. وهذه المواقيت خمسة: أولها ذو الحليفة المسمى بأبيار علي، وهذا الميقات خاص بأهل المدينة ومن مر بها ممن يريد الحج والعمرة، وهو أبعد المواقيت من مكة المكرمة، ويقع على يمين قاصد مكة المشرفة بعد خروجه من المدينة، وبينه وبين المسجد الحرام 11 كيلا تقريبا. الميقات الثاني الجحفة، وهذا بالقرب من رابغ في جنوبيه الشرقي، بينه وبين رابغ قرابة 10 كيلوات، وهذا الميقات لكل من أتى من الشمال الغربي للحجاز كأهل مصر والشام والمغرب الذين لا يمرون بالمدينة، ويمكن في هذا الزمن الإحرام من رابغ لقربه من الجحفة. الثالث قرن المنازل أو السيل الكبير، وهو واد متصل بوادي محرم، لذلك يحرم من جاء من الجنوب عن طريق السرات من وادي محرم، ومن جاء من نجد يحرم من قرن المنازل، وبين قرن المنازل ومكة 75 كيلا. والميقات الرابع يلملم، والذي يسمى الآن أو بجواره السعدية للقادم من جنوب وجنوب غربي الحجاز كأهل اليمن والسودان، وهو ميقات أهل الساحل الجنوبي. والميقات الخامس والأخير ذات عرق، وتسمى الآن الضريبة، للقادم من العراق، ولكون الطريق لا يمر بها الآن فإن أهل العراق يحرمون من قرن المنازل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى عنه البخاري ومسلم بعد أن وقت هذه المواقيت التي ذكرناها: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. فمن مر بشيء من هذه المواقيت وجب عليه الإحرام منها، ومن كان منزله دون المواقيت كأهل جدة وأهل بحرة وأهل الجموم ونحوها من الديار التي هي داخل المواقيت فإنه يحرم من منزله. وكذا من جاء من خارج المواقيت لا يريد حجا وعمرة، ثم بعد أن تجاوز الميقات وأصبح داخل نطاق المواقيت رأى أن يحرم بحج أو عمرة، فإنه يحرم من المكان الذي هو فيه ولا يلزمه أن يعود مرة أخرى إلى المواقيت. أما من كان ناويا الحج أو العمرة وهو خارج المواقيت فإنه لا يجوز له أن يتجاوز المواقيت إلا إذا أحرم منها. ولو وقع منه أنه تجاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة ولم يحرم فإنه يجب عليه أن يعود مرة أخرى إلى الميقات ليحرم منه وليس عليه شيء.
أما إذا لم يعد وأحرم دون المواقيت فإنه حينئذ يلزمه دم يذبح في مكة ويوزع بين فقراء مكة. ثم اعلم أخي المسلم أنك إذا جئت الميقات أو أردت الإحرام من دارك إذا كنت داخل المواقيت وأردت الإحرام فإنه تشرع لك أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها أو أمر بها، من ذلك الاغتسال، والرجال والنساء في استحبابه سواء، بل حتى الحائض والنفساء، وهذا مما ينبه إليه، حيث إن بعض النساء إذا حاضت ومرت بالميقات وهي تريد الحج والعمرة فإنها لا تحرم ظنا منها أن الحائض لا تحرم، وهذا غير صحيح، بل تحرم الحائض والنفساء من الميقات كالطاهرة تماما، وتأتي بجميع مناسكها إلا الطواف فإنها لا تطوف إلا إذا طهرت فإنها تغتسل وتأتي بالطواف. وقد وقع ذلك كما جاء في الصحيحين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرف، وسرف موضع بين مكة والمدينة وهو إلى مكة أقرب ويقع في طريق الجموم في هذا الزمن، تقول رضي الله عنها: حضت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. كانت تظن رضي الله عنها أن الحائض لا تحرم. تقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ يعني الحيضة. قالت: قلت نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. الأمر الثاني المشروع في حق من أراد أن يحرم التنظف لتقليم الأظفار ونتف شعر الإبط وحلق شعر العانة وقص الشارب، وكل ذلك من سنن الفطرة المستحبات. كذلك مما يشرع أن يتجرد من ثيابه، هذا للرجال وجوبا، فيلبس ثوبي الإحرام ويستحب أن يكون أبيضين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء، فلا يلبس الرجل الثياب المخيطة على قدر أعضائه كالقميص والبنطال والسراويل ونحوها. وأما بالنسبة للنعال والنظارة والساعة والحزام الذي يضع فيه نقوده فكل هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. كذلك مما يشرع أن يجعل إحرامه بعد صلاة فريضة، وإن لم يكن فيصلي ركعتين، وهذا الفعل من الأمور المستحبة. كذلك مما يشرع في هذا الموطن إن رأى ذلك أن يتطيب قبل إحرامه، أما إذا أحرم فلا يجوز له أن يتطيب لأن الطيب من محظورات الإحرام، لكن قبل أن يحرم لا بأس أن يتطيب، ولو خلع ثوبه الذي فيه أثر الطيب فإنه لا يجوز له أن يعود فيلبسه مرة أخرى، بل إذا خلع ثوبه فليغسل أثر الطيب أو فليلبس ثوبا آخر غيره. وهنا أمر لا بد من التذكير به، وهو أمر النية، فالنية شرط لكل عبادة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات. لذلك النية شرط في الحج، وصفة النية أن يقصد النسك الذي يريد بقلبه، فإن كان يريد التمتع قال سرا في نفسه: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وأعني عليها، يقول ذلك وهو مستقبل القبلة، ويقول مشترطا: اللهم فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لبيك اللهم عمره. وإن كان يريد القران قال: اللهم إني أريد العمرة والحج. وإن كان يريد الإفراد
قال اللهم إني أريد الحج. ومما يشرع في هذا الموطن كذلك أن يلبي بعد أن يستوي على مركوبه. وصفة التلبية كما هو معلوم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولو زاد كما جاء في بعض الأحاديث أن الصحابة كانوا يقولون ذلك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، أو لبيك إله الحق لبيك، أو لبيك اللهم لبيك، لبيك إله الآخرة، فكل هذا لا بأس به لأن بعض الصحابة قاله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومما يعني يستحسن أن يذكر به هنا معنى قولنا لبيك، لبيك معناها إجابة بعد إجابة لله تعالى، فهو قصدي ووجهتي وله محبتي وطاعتي. فإذا استشعر المسلم وهو يلبي هذا المعنى العظيم فلا شك أنه سيكون له أثر عظيم في نفسه. أما التلبية أيها الإخوة فيجهر بها الرجال وتخفيها النساء، ويستمر الحاج يلبي ويكثر من التلبية خاصة عند الصعود وعند الهبوط وعند تجدد الأحداث وبعد الفراغ من الصلاة حتى يبدأ في الطواف. ويستحب له أن يكثر في طريقه إلى الحرم من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار. وفي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. وعند الإمام أحمد كذلك وابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضحى يوما محرما ملبيا حتى غربت الشمس غربت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه، نسأل الله من فضله. وروى الطبراني في الأوسط بإسناد رجاله ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل يا نبي الله بالجنة؟ قال نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ملبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله، رواه الترمذي وابن ماجه. ومما ينبغي أن يعني ننتبه له كذلك خاصة لمن يأتي عن طريق الجو أنه إذا خشي أن يفوته الإحرام من الميقات فليسأل قبل أن يصل إلى الميقات من لاحي الطائرة متى يصل إلى الميقات، فإن لم يجد من يرشده إلى ذلك فليحتط وليحرم قبل أن يأتي إلى الديار الحجازية حتى يكون قد أحرم واحتاط بيقين. إذا وصلت أيها الحاج وأيتها الحاجة إذا وصلتما إلى المسجد الحرام فادخل المسجد وكل منكما يكون متطهرا مقدما رجله اليمنى قائلا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم توجه إلى الكعبة واضطبع أيها الرجل، والاضطباع أن تجعل وسط ردائك في إبطك الأيمن وطرف ردائك الأيسر على عاتقك الأيسر من الخلف وطرف ردائك الأيمن على عاتقك الأيسر من الأمام، وبذلك يكون عاتقك الأيمن مكشوفا والأيسر مغطى بطرفي الرداء. والاضطباع خاص بالرجال، أما النساء فلا اضطباع عليهن إجماعا. ثم استقبل الحجر الأسود واستلمه بيمينك، والاستلام معناه أن تمسحه بيدك اليمنى، وقبله إن تيسر لك ذلك، وإلا فإن لم يتيسر فلا تزاحم، إنما أشر بيدك واحذر مزاحمة إخوانك المسلمين، فإن المزاحمة من الإيذاء الذي نهى عنه الشارع الحكيم.
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر. وقد أحسن من قال: قف واستلم ركما لأشرف منزلي، واخضع وذل تفز بكل مؤملي. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عن الحجر الأسود والركن اليماني والمقام كثيرا، ومما صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك أن الحجر الأسود أنزله الله تعالى من حجارة الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج، ثم اسود من خطايا بني آدم، وهذا فيه عبرة عظيمة للمعتبرين، إذ أثرت الذنوب في حجر صلد، فكيف يكون أثرها على القلوب؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه دعاهة إلا شخي. رواه البيهقي بإسناد صحيح. وفي المسند والسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. والحجر الأسود يأتي يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، له عينان يبصر بهما، وشفتان ولسان ينطق به، يشهد لمن يوم القيامة، لمن استلمه بحق. وفي المسند والسنن كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. والمستحب لك أيها الأخ إذا قبلته أن تقبله بدون صوت، وإذا قبلت أن تسجد عليه كذلك بأن تضع جبهتك على الحجر. ففي الصحيحين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حج جاء إلى الحجر الأسود وقبله، ثم قال رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم بعد أن تفعل ذلك ابدأ طوافك قائلا: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو بما شئت. وليس هناك للطواف أدعية تلتزم، بل ادعو بما شئت من واطلب ربك سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة. وإن كنت تحفظ شيئا من القرآن فقرأته في الطواف فحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. واجتنب رفع الصوت بالدعاء حال الطواف، فإن في ذلك تشويشا على الطائفين والمصلين. والرجال يسن لهم الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، وهذا إذا لم يكن الرمل يؤدي إلى إيذاء الطائفين، أو كان مع من يريد أن يرمل نساء لا يستطعن الجارية وراءه، بل لا يشرع لهن الرمل، أو معه من لا يستطيع الرمل فإنه لا يفعل. والرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، وهذا كما قلنا خاص بالرجال، أما النساء فلا يفعلن ذلك. وكلما مررت بالركنين اليمانيين فقل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاذيت الركن الأسود فافعل مثل ما فعلت في المرة الأولى، إن قدرت على استلامه فافعل، وإلا فامضي. وكذلك الركن اليماني. وإذا ازدحم المسجد بالطائفين فلا بأس أن تطوف في دائرة أوسع من صحن الطواف، ولو كان في الأروقة أو السطح، فكل ذلك لا بأس به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بهذا البيت أسبوعا، أي سبعة أشواط، فأحصاه، يعني لم يخطئ، لم يطف ستة أشواط أو خمسة أشواط، فأحصاه كان كعتق رقبة، لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة.
رواه النسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسان. فإذا فرغت أيها الأخ الكريم من طوافك سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود فانطلق إلى مقام إبراهيم عليه السلام وأنت تقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإن تمكنت من الصلاة خلفه فحسن، وإلا فلا تضايق الناس ولا تضيق على نفسك، صل في أي مكان من المسجد ركعتين، اقرأ في الأولى بسورة الفاتحة والكافرون وفي الثانية بسورة الفاتحة والإخلاص، ثم عد إلى الحجر الأسود إن تيسر لك ذلك ولا تزاحم واستلمه. ثم إذا فعلت ذلك فتوجه إلى الصفا، فإذا اقتربت منها فقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم ارق الصفا واستقبل القبلة ووحد الله عز وجل وكبره وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وصل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ادعو الله عز وجل بما شئت من أنواع الدعاء، ثم أعد ذلك مرة أخرى، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو الله عز وجل بما شئت من أنواع الدعاء، افعل ذلك ثلاث مرات. فإذا فعلت ذلك انزل من الصفا متجها إلى المروة، فإذا وصلت إلى العلم الأخضر فهرول إن كنت قادرا على ذلك إلى العلم الأخضر الآخر، ثم امشي مشيا. وننبه هنا إلى أن صعود الصفا والمروة والهرولة بين العلمين سنن خاصة بالرجال القادرين، أما غير القادرين وكذلك النساء فلا صعود عليهم ولا رمل عليهم. لذلك على من كان بصحبته نساء ألا يفعل ذلك، لأن هذا الفعل مظنة اضطرارهن للهرولة وصعود الصفا والمروة أو إضاعتهن وسط الزحام. أما بقية السعي فيمشيه الساعي مشيا، وكلما جاء على المروة وكلما جاء على الصفا فعل مثل ما فعل على الصفا أول مرة، ثم بعد ذلك يا موفق انزل متجها إلى الصفا، وكلما ثم بعد ذلك بعد أن تكون قد فرغت من الأشواط السبعة التي تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، إذا فرغت من ذلك فاحلق شعر رأسك أو قصره، والتقصير للمتمتع أفضل. أما المرأة فلا حلق عليها بكل حال، إنما تقصر، والتقصير الذي يقع منها أن تأخذ من أطراف شعرها من قرونها قدر أمولة. واعلم أن السعي يسن فيه الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وفي سنن أبي داود والترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في سعيه رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. فإذا فعلت ذلك فقد تمت عمرتك إن كنت متمتعا، وحل لك ما كان محرما عليك بسبب إحرامك. أما إذا كنت مفردا أو قارنا فإنك تبقى على إحرامك حتى تطوف للإفاضة بعد نزولك من عرفات. وهنا ننبه كذلك أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف بالبيت أو قبل فراغها من الطواف فإنها تبقى على إحرامها، لا تحل إحرامها حتى تطهر. فإذا طهرت قبل الخروج إلى منى طافت وسعت وقصرت من شعرها كما قلنا في المتمتع، وإذا خرجت إلى منى يوم التروية قبل أن تطهر فإنها تكمل مناسكها كبقية الحجاج، فإذا طهرت طافت وسعت. ثم بعد ذلك أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة، إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وكنت قارنا أو مفردا فإنك تكون محرما، أما إذا كنت متمتعا فإنك تكون قد أحللت بعد عمرتك، فأحرم بالحج من مكة، ويشرع لك أن تفعل عند إحرامك ما فعلته عند إحرامك لما ذكرنا إحرامك عند الميقات.
من الغسل والتنظف ولبس ثياب الإحرام والنية والتلبية إلى آخره. ثم اخرج إلى منى من أول النهار وصل بها مع الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، اقصر الصلاة الرباعية ركعتين وصل كل صلاة في وقتها. ثم إذا كان يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة فصل الفجر بمنى وانتظر حتى تطلع الشمس، ثم سر إلى عرفات وانزل بنمرة إن استطعت، وإلا فانزل في أي مكان من عرفات، فإذا زالت الشمس صل الظهر والعصر قصرا وجمعا، وامكث في عرفات إلى غروب الشمس. وفي هذا اليوم يشرع أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن دعائه والتضرع إليه، واستقبل القبلة حال دعائك، وأكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك. وهذا اليوم له فضائل عظيمة أقسم الله عز وجل به في كتابه العزيز، وفي إقسامه سبحانه وتعالى بهذا اليوم إشارة إلى عظيم قدره. يقول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، والوتر هو يوم عرفة. وقال الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، والمشهود هو يوم عرفة. وكذلك هو اليوم الذي أخذ الله عز وجل فيه الميثاق من ذرية آدم كما جاء في صحيح مسلم، وهو اليوم الذي يباهي الله تعالى فيه بالحجاج ملائكته. ففي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه وتعالى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس يوم عرفة: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا، فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا بسم الله. وهذا الحديث رواه ابن ماجه. فإذا غربت الشمس ادفع إلى المزدلفة، وعليك السكينة والوقار، وأكثر من التلبية وذكر الله تعالى حتى إذا وصلت مزدلفة بك بها، وتكون قد صليت المغرب والعشاء أول ما تصل. صلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم بت بمزدلفة. والسنة أن تصلى صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة، إلا إذا خشيت أن يخرج الوقت وقت العشاء قبل أن تصل إلى مزدلفة، وخروج وقت العشاء يكون بنصف الليل، فإنك حينئذ تصلي في المكان الذي أنت فيه. أخي الحاج، إذا وصلت إلى مزدلفة بت بها وصلي بها الفجر، فإذا صليت الفجر وتمكنت من الوقوف في المشعر الحرام فقف هناك مستقبلا القبلة، وأكثر من الدعاء وذكر الله تعالى إلى أن يسفر جدا، ثم ادفع إلى منى وأكثر من التلبية إلى أن تصلها. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وإذا وصلت إلى منى فابدأ بالجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة، ارمها بسبع حصيات متتابعات قدر كل حصات أكبر من الحمص بقليل، واقطع التلبية مع أول حصاة ترميها، وارفع يدك مع كل رمية وكبر. ثم إذا كنت متمتعا أو قارنا انحر هديك، وإن كنت مفردا فلا هدي عليك. ومن السنة أن تأكل من هديك وتتصدق وتهدي، قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم احلق شعر رأسك أو قصره، والحلق أفضل، أما المرأة فتأخذ كما قلنا من شعرها من كل قرن قدر أملة. إذا فعلت ذلك حل لك كل شيء كان محرما عليك بسبب الإحرام إلا النساء، وهذا التحلل يسمى التحلل الأول. ثم إذا فرغت منه اتجه إلى المسجد الحرام وطف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج. قال الله تعالى: ثم ليقضوا
تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويسن إذا فرغت من الطواف أن تأخذ قدحا من ماء زمزم استقبل به القبلة وسم الله واجعل نيتك بشربه حصول ما تحب من خيري الدنيا والآخرة، واشرب بيمينك حتى تروى، ثم احمد الله تعالى لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وإخباره أنه ماء مبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه ابن حبان في صحيحه: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام طعم وشفاء سقم. وقال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم لما شرب له يدل على أنه نافع بإذن الله لكل مقصد شرب من أجله، لأنه كما تعلمون ما في قوله لما من صيغ العموم التي تدل على أن النية أنها تشمل جميع النيات التي يشرب ماء زمزم من أجلها. ثم اتجه إلى المسعى إن كنت متمتعا واسعى سعيك الثاني، لأن سعيك الأول كان للعمرة وهذا سعي الحج، وإن كنت قارنا أو مفردا فإن سعيك الأول يكفيك، إلا إذا كنت لم تسعى قبل الحج فيلزمك السعي للحج بعد طواف الإفاضة. والأفضل في حقك في هذا اليوم أن ترتب أفعال يوم النحر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فترمي أولا ثم تذبح ثم تحلق ثم تطوف ثم تسعى. فإن قدمت بعض هذه الأفعال على بعض فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، لما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حراج. فإذا فرغت من طواف الإفاضة وسعي الحج فقد حصل لك التحلل التام، وهو الذي يحل لك به كل شيء كان محرما عليك بسبب الإحرام حتى النساء. ثم ارجع إلى منى وأقم بها 3 أيام بلياليها، وهي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، وارمي الجمار بها في كل يوم بعد زوال الشمس. تبدأ بالجمرة الأولى وهي الصغرى، ترميها بسبع حصيات كما فعلت عند رميك جمرة العقبة يوم النحر، ثم تقدم وادعو الله رافع يديك، ثم اتجه إلى الجمرة الوسطى وارمها بسبع حصيات وقف عندها لتدعو كما فعلت عند الجمرة الصغرى، هذا إن تيسر. ثم ارمي جمرة العقبة بسبع حصيات وانصرف بعدها ولا تقف للدعاء، وارمي الجمار كما فعلت في اليوم 11 مرتبة في اليوم 12 و13 من ذي الحجة. وعليك أخي الحاج أن تبيت بمنى ليلة 11 و12 و13 من ذي الحجة. وإن شئت أن تتعجل الخروج من منى فلك ذلك في اليوم 12 إذا رميت الجمار 3 وخرجت قبل مغيب الشمس. أما إذا أدركك مغيب الشمس وأنت بمنى فعليك أن تبيت بها ليلة 13 وترمي بها الجمار في اليوم 13. والمكث بمنى إلى اليوم 13 هو الأفضل، لما؟ لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. بعد فراغك من عمل الحج وعزمك على السفر لم يبقى عليك إلا أن تتجه إلى المسجد الحرام لتطوف به 7 أشواط، وهذا هو طواف الوداع. ثم بعد أن تفرغ منه أخرج من مكة ولا تنشغل بعد طوافك ببيع ولا زيارة ولا شيء، فإن فعلت شيئا من ذلك وجب عليك أن تعيد طواف الوداع. أما إذا كنت تنتظر رفقة أو نحو ذلك فإنه لا شيء عليك في الانتظار. وهنا علينا أن نعلم أن الله عز وجل قد خفف عن الحائض والنفساء، فطواف الوداع يسقط عنهما. ثم نختم كلامنا بذكر محظورات الإحرام. اعلم أيها الأخ الكريم أن للمحرم أو على المحرم أن يحترز ويبتعد عن أمور بينها الشارع الحكيم، وهذه الأمور بالاستقراء ظهر أنها 9.
الأول والثاني إزالة الشعر والأظفار بأي نوع من أنواع الإزالة، من حلق وقص ونتف وإحراق، إلا إذا انكسر ظفر فإنه تجوز إزالته لأنه يتضرر به الإنسان. ومن احتاج أن يغتسل وهو محرم فله ذلك، وإن سقط شيء من شعره أثناء الغسل فلا شيء عليه، إلا إذا تعمد إزالة شيء من شعره فعليه الفدية كما هو معلوم. المحظور الذي بعد هذا وهو الثالث أن يتعمد الرجل لبس المخيط، وهو كل لباس صنع على قدر العضو، فكل لباس صنع على قدر العضو فإنه لا يجوز أن يلبسه الرجل. المحظور الرابع أن يتعمد الرجل تغطية رأسه بملاصق له كالعمامة والخرقة، وكذلك المرأة لا تغطي وجهها بالبرقع أو النقاب ولا تلبس القفازين، وإذا احتاجت إلى أن تتستر لكونها لحضرة رجال أجانب فبالإجماع يجوز لها أن ترخي ثوبها على وجهها وتغطي يديها بعباءتها حتى لا يراها الرجال الأجانب، وهذا الإجماع على أن المرأة تفعل ذلك إذا كانت بحضرة رجال الأجانب ذكره ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى. ودليل هذا الإجماع ما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. ثم نذكر المحظور الخامس وهو التطيب في البدن أو الثياب، وكذلك قصد شم الطيب وأكله وشرب ما فيه طيب واستعمال الصابون الممسك، كل هذا منهي عنه. المحظور السادس قتل الصيد، والمحظور السابع عقد النكاح، والمحظور الثامن المباشرة فيما دون الفرج والاستمناء، والمحظور التاسع الجماع في الفرج. وهذا المحظور وهو التاسع وهو الجماع هو المحظور الوحيد الذي يفسد بسببه الحج إن وقع قبل التحلل الأول ناسيا فعله المحرم أو ذاكرا جاهلا أو عالما، الواطو والموطوء فيه سواء. هذه المحظورات أيها الإخوة على من فعلها الفدية، والفدية أنواع، فمن أزال أظفاره أو شعره أو لبس مخيطا أو إذا غطى الرجل رأسه أو لبست المرأة البرقع أو النقاب أو لبست القفازات أو تطيب المحرم رجلا كان أو امرأة، فهذه المحظورات فديتها يخير فيها بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة توزع على الفقراء مع التوبة إلى الله تعالى إن كان فعل ذلك متعمدا دون عذر، أما إذا فعله بعذر فلا شيء عليه. وإذا كان ناسيا ولبس المخيط أو غطى رأسه أو لبست المرأة البرقع أو النقاب أو غطت يديها بقفازات أو تطيبت أو تطيب، فهذه المحظورات إذا فعلت عن نسيان فليس على فاعلها شيء إلا أنه يزيل المحظور. أما الأظفار والشعر فلا يعذر فيه بنسيانه بل لا بد من الفدية. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول كعب بن عجرة فيما جاء عنه في الصحيحين رضي الله عنه: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسيتها فتقملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك. قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر. ومن قتل صيدا فهو مخير، إما أن يخرج المثل يخرجه ويذبحه أو يتصدق به على فقراء الحرم
أو يعرف قيمته ويخرج بها طعاما يوزعه بين فقراء الحرم، فإن كان فقيرا لا يجد فإنه يصوم يوما عن إطعام كل مسكين. وعقد النكاح لا فدية فيه إلا أنه عقد باطل. وأما من باشر دون الفرج أو كرر النظر أو استمنى فإن نزل منه مني فعليه بدنه، وإن لم ينزل منه مني فعليه شاة يذبحها في مكة. ومن وطئ في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه، وعليه أن يمضي فيه ويحج من قابل ويهدي بدنه. ومن وطئ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه، وعليه شاة يذبحها ولكنه يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة. أما من لم يجد قيمة دم التمتع والقران، ولم يجد قيمة الفوت والإحصار دم الفوت والإحصار، أو ترك واجبا أو وطئ، فإنه يصوم ثلاثة أيام من الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فالثلاثة تكون في الأيام السادس والسابع والثامن أو السابع والثامن والتاسع، ويجوز أن يقدم الصيام ليكون بعد إحرامه بالعمرة إن كان متمتعا أو الحج إن كان قارنا. ومن أخر الصيام عن يوم عرفة وجب عليه قضاؤه بعدها، وعليه دم تفويت وقت الصيام. أما صيام السبعة أيام فيكون بعد يوم العيد إذا فرغ من أعمال الحج أو عاد إلى أهله، فإنه يصوم لقول الله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وها قد فرغنا، أي أخي الحاج أختي الحاجة، بعد هذه الجولة السريعة التي طفنا فيها سويا من حين عزمك على الحج إلى عودتك إلى بلادك، مرورا بالمواقيت وما يفعل فيها والمسجد الحرام بمكة المكرمة وكيف يكون الطواف والسعي وأفعال الحاج في يوم التروية وفي يوم عرفات والعيد والتشريق. وبعد أن فرغنا من ذلك لا يسعني إلا أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأوصيك أخي الحاج أختي الحاجة، لا تعجزن عن دعوة لأخيك المتكلم بظهر الغيب، أن يستر الله عز وجل عليه عيبه ويغفر ذنبه ويلحقه بالصالح.